دي الحرب دي من اجل ابتلاع الحرب دي. ده ما كلام انشائي ولا كلام للهوى ولا كلام ساي. الحرب دي الهدف الاساسي منها ابتلاع الدوله السودانيه لمصلحه طرف محدد عنده طموح سلطويه داري يسيطر على السلطه، داري يعيد التشكيل، داري يعيد تشكيل الواقع السياسي السوداني. ليس الواقع الواقع السوداني، الواقع السوداني ببعده السياسي الحديث عن دوله 56 وبواقعه الديموغرافي. احدث تغييرات ديموغرافيه في الديموغرافيه في المركز، احدث تغييرات ديموغرافيه تخدمه باعتبار انه دي مجموعاته، دي المجموعات الداعمه له والمسانده له، ويعيد تسكينه. انت خذ التجربه السوريه يا سعد، شوف التجربه السوريه يا سعد، شوف بشار ده، بشار ده هجر اكثر من 10 مليون سني. بشار ما انتزع البيوت، هدم نهاية عشان تتبني من جديد وفق تشكيله سكانيه مختلفه. فدي الحروب دي بعمقها ده، لكن الناس اللي بيحاولوا يبسطوها ويصغروها. صح في جانب من الصراع ده هو تنافس شخصي، هم ما كل الصراع يعني، جانب من الصراع ده هو تنافس شخصي، وانا تكلمت عنه كثير، تكلمت عنه في الجزيره وتكلمت عنه في اللايفات وتكلمت عنه وكتبت عنه. في تنافس شخصي لقياده الدوله كان ما بين البرهان وحميدتي حقيقه. طيب القوه معلش، الحرب دي يعني الحرب دي بمجملها هي تمحورت وتحولت لان تتحول من حرب بين طرفين في واحده من تكويناته وتجلياته الى حرب ضد المجتمع، مجتمع بقواه الاقتصاديه بقواه الاجتماعيه بكل التفاصيل المتعلقه به. حاليا انت قلت انه في يعني الفكره هي ابتلاع الدوله السودانيه، انت بتتكلم اديني لو ممكن بشكل يعني مفصل اكثر، انت بتتكلم عن آل دقلو ولا بتتكلم عن بلدان في المجتمع الدولي مثلا من السودان؟ ما اشوف المساله دي، الحرب دي الناس بتقول بتتكلم عن احزاب انت. أنا لا انا بتكلم معك في نقطه محدده. انا لاحظت من خلال الاسئله اللي بتطرح لك يا سعد في كلام عن انه الجيش ليه ما قدر ينتصر على الدعم السريع وليه الحرب دي استمرت 7 نعم شهور. ده سؤال قائم. نعم هنالك نهايات. ده من الاسئله اللي هي رايه. انا بعتقد ان الحرب دي اكبر من امكانيات الجيش واكبر من امكانيات المجتمع السوداني اللي حكي بيه. هذه حرب مشاركه فيها اطراف في المحيط، دول المحيط القريب والمحيط الثقافي البعيد والمحيط الدولي. انا بعتقد على انه مشروع ده تحليلي انا للموضوع، انه كان في هدف اساسي. ده التصور اللي بقدمه لك يا سعد، بقدمه لاي زول متابع، التصور الاساسي كان حاصل. ماذا كان يحدث؟ كان الهدف الاساسي هو تفكيك الجيش وتقويه الدعم السريع عبر الاتفاق الايطالي. والاتفاق الايطالي ده كان بيوفر حاجه مهمه جدا للدعم السريع، حاجه في غايه من الاهميه، هو انه يفصلوا من قياده الجيش. ماذا يعني فصل الدعم السريع من قياده الجيش؟ ده بيعني انه الدعم السريع يتسلح بطريقه مختلفه، يمتلك طائرات، يمتلك امكانيات، يكون جيش موازي بكل الشروط وبكل الامكانيات. كان ذلك الهدف انه يتحقق عبر الاتفاق الايطالي. المجموعه بتاعت ناس تحقق الحريه والتغيير دي بتبحث عن يعني دي دايره حيز من نفوذ وسلطه وكده، وانا بعتقد انه فيهم ناس كويسين، لكن المجرى العام بتاعهم يعني في الاتجاه ده. فاي حاجه بتحقق له الحكايه دي بتحقق له انتصارات تكتيكيه على الـ على الـ على الـ الـ المنافس اللي هو في ذهنه من الحكومه دي سقطت، انه الاسلاميين وكده، انه الحكايه دي انه الناس زي بيستطيعوا عبر اليه الدعم السريع تفكيك الجيش وتنفيذ. عشان كده واحد منهم كان بيتكلم انه بعد التوقيع الاطاري ده ما حيكون في زول لافي من الناس ديلك ونحن حنعمل ونحن حنعمل. الناس ديلك كان الهدف الاساسي منهم انه يستخدموا الاتفاق الاطاري ويستخدموا الدعم السريع في تصفيه خصومه. ده الهدف الاساسي. الدعم السريع عنده خطتين، الخطه لتحقيق مراده عبر الاتفاق الاطاري، والخطه الثانيه هي الخطه عبر الحرب. عشان كده جهز قواته، جاب اكثر من 30,000 مقاتل الى داخل السودان، يتمركز في مناطق مهمه،
هسه يقولوا لك الهجوم على الـ على الـ على المدينة الرياضية، ما في زول سال هو الدعم السريع جابوا المدينة الرياضية شو علاقة شنو بالمدينة الرياضية؟ دي مدينة رياضية ولا مدينة عسكرية؟ ده كان جزء ووزع ارتكازات ووزع أسلحته وكان مستعد تماما لهذه الحرب. الترتيب ده كان مستعد الثورة. عشان كده في نقطة يا سعد حقه نتذكرها، مناوي في واحدة من تصريحاته كيف انه كان عبد الرحيم بيقول له اذا الاتفاق ده ما تم نحن حنقبض البرهان والجماعة دي وحندخلهم السجن. والتهديدات دي وصلت من قبل حميدتي الى وزراء الى زوار من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الاوروبي في واحده من الاجتماعات المهمه. حميدتي قال لهم كده، قال لهم اذا البرهان ده ما وافق وما ما وقع على الدعم السريع احنا بنقبض. فكان التفكير كده انه الهدف ده يتحقق عبر الاتفاق الاطاري، ما يتحقق عبر الاتفاق الاطاري يتحقق عبر الحرب. عشان كده اشتعلت هذه الحرب، واشتعلت هذه الحرب بسعه واسعه جدا واسعه جدا. يعني هي ما استهدفت الناس اللي حددتهم، ولا استهدفت الخيانات السياسيه، ولا استهدفت رموز النظام السابق والفلول والكيزان، هي استهدفت كل مواطن سوداني. عشان كده ده بيفسر ليك حاله الالتفاف الجماهيري الواسعه الوجدها الجيش في الفتره الاخيره. الجيش كان في حاجز نفسي بينه وبين قطاعات واسعه في المجتمع السوداني، بعد فض الاحتصام، بعد مشاكل كثيره. برضو في نقطه انا دار شغلي يا سعد حاسبها ان هي نقطه مهمه. نعم. في حاجز نفسي كبير اتبنى، انا بعتقد عن الحزب الشيوعي السوداني ده انا بعتبره هو المرشد النفسي والسياسي للقوى السياسيه في السودان، ذات القوى السياسيه اليساريه. الحزب الشيوعي السوداني عنده مرارات كبيره جدا من الجيش السوداني ككيان وكمؤسسه، من الحصل في 19 يوليو 71 فنم خطاب معادي. بتلاحظوا حتى في الادبيات الشعريه والادبيات القنائيه ضد العسكر والعسكر 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 ده، والخطاب ده والحزب الشيوعي لانه الاله الاعلاميه بتاعته قويه ومؤثره وعنده مقدره على التاثير وعنده ادوات ابداعيه في الترويج لافكاره، قدر يرسخ ثقافه مناهضه للجيش. عشان كده في الفتره الاخيره كان في عداء وموقف نفسي تجاه الجيش، فتم استغلاله من قبل الافراد. لكن الناس دي لما حدث ما حدث على قول الكباشي، وضح لهم انه ما في ركيزه واحده قائمه الان وقويه في الدوله، قويه دي قوه نسبيه يعني، انها هي بتمثل الدوله السودانيه غير الجيش السوداني. عشان كده حصلت حاله بتاعت الالتفاف، والحاله دي ما حاله دائمه، يعني ممكن تحصل فيها تراجع اذا حقيقه المواطنين حسوا بانه الجيش ده عاجز تماما على ايجاد الحلول السياسيه والحلول العسكريه لمشاكلهم دي واعادته لمنازلهم والدخول في مغايضات من اجل مكاسب سياسيه علويه خاصه بالقياده ليست خاصه بالمواطنين ومنازلهم واماكنهم وكده. الالتفاف الجماهيري والشعبي ده حيتحول لموقف عدائي ضد الجيش.